السلام عليكم، انا الدكتور محمد الاسوي الفيه، استاذ جراحه المخ والاعصاب، كليه الطب جامعه اسكندريه. احنا موجودين في المؤتمر بتاع اي اس اي او 2018 بتاع الاوبيزيتي وامراض الغدد الصماء. وما يخص امراض الغدد الصماء بالنسبه لجراحه المخ والاعصاب هي الأورام الموجودة في الغدة النخامية. الغدة النخامية عبارة عن غدة موجودة في منتصف المخ بين العينين من وراء وفوق الأنف من الخلف. الغدة دي هي الغدة المتحكمة في جميع الغدد الموجودة في الجسم عن طريقها وعن طريق منطقة النهاد نتيجة إفراز مجموعة من الهرمونات. الغدة متكونة من جزئين، جزء أمامي وجزء خلفي. الجزء المسؤول عن إفراز الهرمونات هو الجزء الأمامي، وأهم هرمون بيفرزهم هو هرمون التحكم في إفراز اللبن أثناء الرضاعة هو البرولاكتين، وزيادة هرمون البرولاكتين بيؤدي إلى اضطراب في الدورة الشهرية عند النساء، وطبعا نزول اللبن لان زياده الهرمون بتحدث اثناء الرضاعه، انما نتيجه الاورام قد تحدث بدون رضاعه وبدون حمل. الهرمون لو نسبته عاليه في الرجاله بيؤدي الى حدوث ضعف في الانتصاب وفي الرغبه الجنسيه. زيادة حجم الأورام الغدة النخامية وخاصة الهرمونات اللي بتفرز البرولاكتين بيؤدي إلى ضغط على العصب البصري وتدهور فيها الإبصار وحدوث نوبات من الصداع. الهرمون الثاني هو هرمون الغدة الدرقية أو الهرمون المتحكم في إفراز الغدة الدرقية، وده طبعا احنا كلنا عارفين ان هو زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية بيؤدي لتوتر شديد وعصبية شديدة. الهرمون الثالث هو هرمون الكورتيزول، وهو متحكم في الضغط وفي بعض الأحوال بيبقى مسؤول عن حدوث مرض السكر، ويبتدي الأعراض بتاعت جميع هذه الأورام بيبقى فيها زيادة في نسبة الصداع واضطراب في الإبصار، وبالذات في الإبصار الطرفي. ناس كثيرة تقدر تلاحظه لو بتسوق إن هي ما تقدرش تشوف العربيات اللي جاية من اليمين أو الشمال كويس، أو لو هم بيقروا ما يقدرش يشوف حروف الورقة اللي هو بيقراها كويس. الهرمونات دي مهمة في بعض الهرمونات بتبقى مهمة للنمو زي هرمون النمو. هرمون النمو مرتبط برضو بهرمون إفراز اللبن، وزيادة إفراز هرمون النمو قد يؤدي إلى حدوث إما تقزم إذا كان في نقص في إفراز الهرمون، أو زيادة شديدة في إفراز الهرمون ممكن تؤدي إلى حدوث تضخم. يمكن كلنا اللي بيتفرج على تلفزيون وبيشوف مصارعة في ناس بيبقى شكلهم ضخم، إيديهم كبيرة، رجليهم كبيرة، طوال، الفك بتاعهم بيبقى بارز. دول عندهم زيادة في إفراز هرمون النمو. بيبتدوا يشتكوا من ان هم بيغيروا لو بيلبسوا جوانتيات او بيلبس حذاء او شربات بيضطروا ان هم يغيروها. اغلاق الفم ما بيبقاش مظبوط لان الاسنان ما بتجيش على بعضها. الفك السفلي بيبقى بارز عن مكانه، بيحصل تضخم عام في الاطراف. غالبية هذه الأورام اللي هي الأورام اللي بتفرز هرمونات علاجها بيبقى عن طريق إما عن طريق أدوية علشان خاطر إن إحنا نقلل نسب الهرمونات المرتفعة، أو عن طريق الجراحة إذا وصلت لإنها تأثر على
العصب البصري والإبصار، وقد يحدث فيها في بعض الأحوال نزيف. بعد هذه الأورام ممكن ما يكونش بيفرز هرمونات، وفي الحالة دي علاجه الوحيد هو التدخل الجراحي. الهرمونات دي هرمونات مهمة جدا في الإنسان، والمفروض ان اي حد بيشعر باضطراب في الستات بالنسبه لاضطراب الدوره الشهريه او افراز لبن في وقت مش مفروض يبقى فيه لبن في الثدي، او صعوبه في العلاقات الجنسيه عند الرجاله او الستات، او ارتفاع في الضغط في حالات الكورتيزون، او زياده في نسبه التوتر في حالات اورام اللي بتتحكم في الغده الدرقيه، لابد ان احنا نحاول ان احنا نشوف المناطق دي اما بالكشف عند الزملاء المتخصصين في الغدد الصماء او اطباء جراحه المخ والاعصاب، وعمل بعض التحاليل اللي بتقيس نسب هذه الهرمونات او الاشعاعات اللي بنحتاجها، وبناء عليه بيتم التدخل اللي محتاجينه. تدخل اما بيبقى دوائي او تدخل جراحي. التدخل الجراحي دلوقتي بقى بيتعمل عن طريق الانف بالمنظار، او زمان كنا بنعمل برضه عن طريق الانف بالميكروسكوب، وقبل كده في بعض الاحوال النادره ممكن يتعمل عن طريق الفتحه في المخ باجهزه الملاح الجراحي، والنتائج اكثر من ممتازه. بنقدر نوصل لنسبه تحكم تزيد عن 80 الى 90% في غالبيه هذه الاورام. بعض هذه الاورام قد يؤدي للسمنه، وبعضها قد يؤدي لتضخم الأطراف.